ويلكم باك، مرحبا من جديد. اليوم وين راح نروح ايان؟ والمارت. ايوه اند تارجت. اند تارجت. اليوم راح نروح انا وياكم جوله التارجت والمارت نشتري شغلات حلوه لان الويك اند اجى. هنالك اقصد انا جوله في دولار تري، بس ما اعرف يمكن ايان خبصني وقال لي والمارت وتارجت. خلينا نكمل. المهم هي كانت جوله في دولار تري وبعدين رحنا للتارجت وريد نشتري فد شغلات هيجي حق الاولاد على مود يتسلون ونتسلى وياهم. فخلونا انا وياكم نروح ونشوف شنو الشغلات اللي راح نشوفها وراح نشتريها. ليتس جو. أول شيء قلت حق أياني خلينا نجي على دولار تري لأن كل شيء عندهم بدولار وشغلات مرات تحصلون الصدق شغلات كلش حلوة ورخيصة عندهم. فخلونا ناخذ جولة أنا وياكم هنا. سو هذا دولار تري، خلينا نشوف شنو جايبين شغلات. شوف هاي الحلوات السكرات وهي الشغلات. هسه نشوف شنو عندهم جايبين حق الفالنتاين داي. شوف الصراحة هاي الواحد يقدر يسويها دي اي واي بس بدولار. اكو من عندهم اشكال والوان، الصراحة الواحد يعني لازم يحط بباله شنو يريد يشتري على او الفكرة علشان يقدر يشتري اللي يريده. كلش حلوين هنا. هنا أنا هذا القسم للاعمال اليدوية اللي هي دي اي واي، يعني شوفوا هاي الشغل، الاشياء الخشب هاي تشترونها وتلونونها، الالوان مالتها موجودة هنا. هنا تحت مثل ما انتم شايفين يعني شيء صراحة روعة. الواحد اذا يريد يجي ويسوي شيء بباله يكون يعني حاط له شغلة يريد يسويها ويجي هنا يشوف المعدات او المكونات كلها موجودة وكلها رخيصة. يعني هذا كل اللي تشوفونه، اي شيء تشوفونه بدولار واحد بس. هاي شوفوا شلون حلو، هاي من تسوونها الدائرة تحطون الورد او شيء هنا تقدرون تختارون وتسوون. شوفوا هنا، اوه ماي جاد، شوفوا هاي، يا الله هاي الميني جلاس كونتينر قد صغار، شوفوا قد صبعي. فواحد يصير اذا عنده افكار يقدر يستخدمهم. شوفوا هنا هاي الرول مثل القطن، قطن يعني، حتى شوفوا هالاشياء كلش حلوه. هنا بهذا القسم اكو شلون القصص الصغيره مثل ما انتم تشوفونها حق الاطفال، يعني الصراحه اشياء كلش حلوه. وهذه عشان التلوين، شكلي راح اشتري لهم للتلوين، بس خلينا نشوف شنو. اشتري لي كتاب صغير حق ارسلاني عشان يستمتع بيه، هو ما ادري يعني راح يستمتع بيه ولا راح نقول له الله يرحمه. شوفوا هاي شنو لقيت، الصراحة روعة. Great big word find، يعني كاتبينهم مثلا الكلمة مثلا grand ويظلون يدورون عليها. صراحة هذا كلش مفيد، راح اخذ لي من عنده واحد حمود بالويك اند يتسلون بيه الاولاد، اكو شي يعني ونسهم. شوفوا هنا عندنا كتب اكو هواية، فشي حلو الواحد يحصل هاي الاشياء وبسعر منطقي كلش. طبعا اكيد هنا عندهم بعد قسم المكتب او شيء الفايلات اذا تردون. هنا الاستيكرات جلو، وهنا اللي يدورونه البوستر بورد الكبار هنا موجوده اثنين بدولار واحد. اوبس طيحتها. هاي كنا نحتاج هالبروجكترات حق المدرسه قبل، بس هسه ما في بروجكترات لان المدرسه صارت كلها اونلاين، وهاي دائما اللي يدورون عليها الكرتونة حق البروجيكتس بالمدرسة فيحتاجونها، هنا موجودة بدولار. حبيت هذا الصحن انه على شكل قلب، ما ادري والله اشتريه. وهنا عندنا هذا الورد نحطه بيه. شوف شنو لقينا، احنا نسميهم هاي دقم، حطيتهم كل الدقم بعلبة واحدة.
شكد حلو. خاف انقطعت عندكم دقمة ولا شيء؟ تفيد والله. هذا اللي أنا جاية عليه دفتر رسم، وراح أجيب لهم 1 2 حق أنان ويزن عشان يرسمون. خلينا نشوف، ماكو حجم صغير حق أرسلاني؟ إي والله هذا. لا هذه أوراق. أوكي يلا راح ناخذ هذا. شوفوا شنو لقيت بعد، فريمات بالأحجام والقياسات الصغيرة والكبيرة. شكد حلوة يعني، جد حلوة وروعة. ما كنت أعرف إن أكو عندهم أصلا فريمات بعد. وهاي مشترياتي، وهسه خلينا نروح للبيت وننسق ونرتب بهاي الشغلات البسيطة اللي اشتريناها. سو أيون اشترى من هاي من دولار تري 10 شغلات، وأنا اشتريت لهم هاي كتب تلوين 2 ودفتر رسم، وهذا ما أعرف راح أشتريه ولا أرجعه لأنه مال أدلت. أوكي لأن أشوف light dark harmony function is easy ها huh? you can do it. اوكي اشتريت واحد بس خلينا نجرب، اذا حبون نجيب بعد. سو يعني هسه عند الكاشير اوكي، لان هو اللي اشترى غراضه راح يدفعهم هو من فلوسه، فالكاشير اول شيء اله يخلص بعدين انا ادفع الغراض اللي انا اشتريته لهم. هنشوف هاو ماتش ويل بي. 1060 ايان. اوكي سو يعني حسابه 1060 راح ادفع له بالكريدت كارد مالتي، لكن راح اخصم له من البنك اللي عندي. هسه اجى دوري انا ادفع الغراض مالوتي. هياني ايش سويت؟ I don't need a corona mask when I go in store. ليش بسميك كورونا ماسك؟ I don't know. أياني بردان؟ كلش باردة؟ تسمع بس بروحك. أياني ما هو أياني؟ قصدي يزن. يزن ما هو يزن؟ ها؟ يزن said no he doesn't. يا احنا قلنا ليزن تعال صح؟ يلا سوينا نروح أيام. Target. نشرب هذا البومكن. يلا let's go. Starbucks. يلا. طبعا انا مو من محبين ستاربكس او شيء واشرب من عنده هواي، اصلا ما اعرف شنو عندهم من مكونات لاني اصلا ما اروح له، بس خاطري اني اذوق البامكن لان شفته. انا وايد احب البامكن، وشفت ان في مسوين مشروب جديد اللي هو البيل بامكن اللي هي يقطين، فخلينا نشوف اذا موجود عندهم. تعرفون ان البامكن او اليقطين هنا ما موجود بس بشهر 10 و11 و12 يعني هاي اواخر الاشهر، يعني بس الموسم مالته، غير موسم ما نقدر نحصله. وانا وايد احب شوربة البامكن. ايوني مو تحب شوربة البامكن برمضان لما كنا نسويها؟ Yeah, but that tastes like weird. But I like it, but not that much. How come weird? اصلا كل ما اسويها تقولي ليش ما سويتها؟ تذكرون اخر رمضان ما سويناها لانها ما موجودة؟ ما لقينا هنا بامكن. يعني هناك بالامارات كنا قاعدين البامكن طول السنه، طول السنه موجود. طبعا ذاك اليوم زوجي دزالي من تيك توك انه شنو اللي صايره من وحده تبركن سيارتها، باب السياره مالتها. انا طبعا ما قاعده اسوق هواي، قاعده بس بالباركينج، فعلى مود هاي فتحت الكاميرا عشان لا تقولي انت قاعده تسوقين وفاتحه الكاميرا. بالباركينج يربطون باب السياره مع الباب السياره الثانيه، فشنو الوحدة أول ما تجي شو تسوي؟ تحاول تطلع thank you. تحاول تطلع أي شيء أو تدور أي شيء على مود تفتح هذا الربط. خلال هاي الفترة شو يصير؟ يأخذون من عندها أولادها، فهاي اللي قاعد يصير على مود يختطفون الأولاد، يربطون باب سيارة باب سيارة، والأم تأخذ وقت على ما تدور شيء عشان تفتحها. فإذا واجهتوا هالشي حطي عيالك بالسيارة وركبي أنت السيارة، وأصلا أنت بس ترجعين لي ورا هذا الحبل راح ينقطع. وخلصنا هسه من دولار تري، تونسنا والله. شفتوا فيه قد شغلات حلوه وشغلات مفيده يعني. وصلنا الاطفال، وصلنا التارجت هسه انا واياني، وراح ندخل هنا. هاي اجينا ستاربكس اللي بتارجت بعد ما للاسف مسكر. يعني هاي كم مره صار لي اريد اشرب البامكن، يعني ما راح نشرب اليوم بعد. طبعا انشغلنا انا واياني بالشوبينج، بس خلينا اوريكم شنو اشتريت. جبت هذا الجاكيت الحلو حق ارسلاني، وجبنا هنا تيشيرتات اشترينا،
وهنا أنا بعدها not approved، بعدنا ما حصل الموافقة عليها. اشتريت لي بيجامة وأياني زعلان شوية لأن ترسلي العربانة كلها توي ورجعت وهو زعلان. You always have a lot of clothes. No, ما عندي ماما. And you always buy stuff from Amazon. No. أي ماما بس إن كل مرة نجي نشتري هيك 20-30 ما يصير ما يصير. No, I will do that all day. ما يصير حبيبي، لازم تعرف إن الماني is very important. الفلوس we don't spend it. ما نصرف فلوسنا على أشياء بعدين راح تفلس، الفلوس اللي عندك راح تخلص. وصلنا إحنا وياكم لنهاية هذا الفلوج، جولتنا كانت بدولار تري تارجت، إن شاء الله استانستوا، وإن شاء الله بالفلوجات القادمة راح نوريكم الأشياء اللي اشتريناها، فلا تنسوا لكم تشتركون بالقناة وتضغطون على جرس التنبيه عشان ينبهكم إذا نزلنا أي شيء جديد، وإذا مهتمين إنكم تشوفون فلوجاتنا في ميشيغان أمريكا، لا تنسوا إنكم تتابعونا، باي!